chaque année, on vient séparément. Ouais. Parce que c'est, on ne peut pas. Si on prend 3 000, 4 000 euros déjà pour les billets, c'est très cher. On a marché quelques années, mais ça dit tout à la dernière minute. Presque 700 euros l'aller-retour, l'éloi. Et cette année, je suis à l'avance, je suis allé à l'avance, c'est là. Mois de mars, début mars, je suis tout, 500 euros quand même, par personne. On a 4, ça fait 2000 euros. ما نكذبش عليك، أنا كونجوري لوكازيون نشري غير قولي واحد أون أني كيما هنايا ديجا شريتو لاني باسي سبتمبر، كنت في سبتمبر هنا غير طلعت بعد لافان ألوغ جي كونتاكتي أون أجونس شريتو تما. حقيقة الأسعار تعرف قفزة في خلال هذه المرحلة، لأنه هذه المرحلة هي مرحلة فيها الطلب أكثر من العرض، وحنايا الأسعار تاعنا نعاودها للمرة ألف اللي بلي الأسعار تاعنا راهي مماثلة لكل أسعار شركات الطيران اللي تستغل خطوط ريزو فرنس ألجيري، وحنايا السعر تاعنا نحدوه من خلال المنافسة. دونك السعر تاعنا ما راهوش هكذاك، حنا نديروه، حنا اللي نحدوه، السوق والمنافسة هي اللي تحدد السعر. هاد الأسعار هتعرف تراجع محسوس مباشرة بعد انتهاء العيد الأضحى. نقدر نقول لكم لبلي أنه تجاريا السعر حيعرف من باريس للجزائر يحبط حتى 200 أورو.